يا اهلا وسهلا ومساء الخير على كل الاهلاويه اللي بيتابعونا. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه مساء بتوقيت القاهره. اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه بيتهيألي هنفتكر فيها ونرجع مع حضراتكم بالذاكره لواحد من الماتشات التاريخيه. وقبل ما اتكلم عليها اقول مساء الخير يا ساره. ازيك؟ مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، مساء الخير على اعظم جمهور في الكون. زي ما احمد قال ان شاء الله حلقه مميزه جدا، فيها اخبار كتير عن النادي الاهلي وكمان الكوره العالميه. عندنا ايه تاني يا احمد؟ بتهيالي في ماتشات كده ساره يمكن ما بتاخدش الصفه الرسميه لكن بتبقى بتمثل للجمهور وبتهيالي كمان للعيبه فرصه ومناسبه تاريخيه. احنا النهارده بنسترجع مع حضراتكم في واحده من فقرات الحلقه واحد من الماتشات التاريخية اللي قام بيها أو اللي لعبها رجالة النادي الأهلي قدام واحد من أكبر الأندية على مستوى العالم. نتكلم على نادي بحجم AS روما. أعتقد أن الأهلي قابل روما في مناسبتين، واحدة منهم في نفس اليوم زي النهاردة كان روما ضيف للنادي الأهلي على ملعب استاد القاهرة، وقدر نجوم النادي الأهلي في التوقيت ده أن هم يكسبوا الماتش 2-1. وزي ما زمايلي بيفكروني دلوقتي انه الاهلي وروما لعبوا مع بعض 3 مرات مش مباراتين. في ماتش اللي احنا نفتكره النهارده بمناسبته النهارده، بنرجع بالذاكره لورا، وفي مره تاني في الامارات، وفي ماتش ثالث جمع بين الاهلي وروما واتغلب فيه الاهلي 3. لكن اعتقد ماتش الامارات الاهلي كسب 4-2، وتصححوا لي لو ما كنتش، 4-3. وماتش القاهره، استاد القاهره هنا اللي احنا بنفتكره مع حضراتكم النهارده، هنذيع لحضراتكم منه لقطات، الاهلي قدر ان هو يكسب 2-1. الحقيقه يا احمد الفوز على روما وقتها كان مهم جدا، لانه روما وقتها كان من اكبر انديه اوروبا، يعني تقريبا كان بطل الدوري الايطالي وقتها. وكمان يعني حتى المدرب بتاع روما اللي انا فاكراه انه كان متضايق جدا من الخساره دي، وحتى رفض تبديل التيشيرتس مع بعض لعيبه النادي الاهلي. صحيح، هو على كل الاحوال كان ماتش من الماتشات اللي الجماهير استمتعت بيها، ومش بس روما، الحقيقه الاهلي ليه صولات وجولات مع كثير من ابطال اوروبا ومنهم ريال مدريد وغيرهم وغيرهم من الانديه. والموضوع ده مش بس كمان مرتبط بالالفيه اللي احنا فيها، لا الحقيقه الموضوع ده تاريخ طويل جدا ودايما هيكون حاضر معانا كجزء من برنامجنا في السادسه. نبتدي مع حضراتكم باهم عناوين النهارده. الاهلي والانتاج الحربي يخضعان لمسحه كورونا غدا قبل مباراه الجمعه. رامي ربيعه بيدعم خط الدفاع الاهلي امام الانتاج الحربي. المنتخب الوطني يضم 4 حراس في كل معسكر للفراعنه. اليوم خالد بيبو بيجتمع مع الاجهزه الفنيه بقطاع ناشئي الاهلي. البدري بيقول اتمنى استمرار رمضان صبحي في الدوري. اليوفي بيرفض الاستغناء عن ديبالا لصالح ريال مدريد. برحب بحضراتكم من جديد. الحقيقه قبل ما نبدا في اخبارنا فقراتنا، يعني عايزين نتكلم على محمد هاني وقد ايه كان مكسب من مكاسب ماتش انبي هو هدف محمد هاني الرائع اللي قدم ماتش حقيقه كويس جدا دفاعيا وهجوميا. دايما الناحيه اليمين في النادي الاهلي تبقى مصدر ثقه واطمئنان لجمهور النادي الاهلي، والحقيقه انه محمد هاني واحده واحده بيثبت مكانه في المكان ده، ومع الوقت بيبني الثقه بينه وبين جماهير النادي الاهلي. كانت بدايتها الهدف الرائع اللي كان في ماتش انبي، والحقيقه فتح طريق الفوز على انبي. ولا ايه يا احمد؟ بس الشمال، لا الشمال كمان. الحقيقه احنا يمكن اتكلمنا امبارح يا ساره في بدايه الحلقه على محمد هاني بشكل محدد، وقلنا الحقيقه ان هو واحد من اللعيبه اللي بتمثل مستقبل كبير ان شاء الله في الناحيه اليمين للنادي الاهلي. والولد الحقيقه من الواضح جدا، دي مش مجامله مني ليه، لكن قدراته تؤهله ان هو يشغل المركز ده، خصوصا طبعا زي ما قلنا امبارح بعد رحيل كابتن احمد فتحي. لكن الاهم من ده هو الاستجابه الرائعه من جمهور النادي الاهلي. احنا امبارح طالبنا وقلت لحضراتكم في اللقطه تحديدا، لما تابعش حلقه امبارح، اللقطه اللي هاني جاب فيها الجول
يعني رغم انه كان جول مهم، الماتش كان مقفول على الاهلي الى حد كبير جدا، جه في توقيت مهم، جه في مباراه او مباراه رسميه للنادي الاهلي من فتره طويله جدا، فطبيعي انه احساس هاني بالجول يبقى غير اللي احنا شفناه، لكن الولد يبدو انه قافل شويه او متاثر شويه، عشان كده احنا طالبنا امبارح جمهور الاهلي انه يدعم هاني. حاله الهجوم اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا، هاني مشواره مش قصير اعتقد مع النادي الاهلي، وقدر ان هو يكتسب خبرات طول الفتره اللي فاتت دي لا باس بيها، وامكانياته يعني تاهله بشكل كبير انه يتوهج في الفتره اللي جايه. الاهم هو دعم الجمهور، وجمهور الاهلي الحقيقه ما قصرش وما تاخرش، وواضح الحقيقه من تفاعلات حضراتكم امبارح مع هاني انه في حاله دعم معنوي، نتمنى انها تستمر ونتمنى كمان انها تكبر في الفترة اللي جاية. وده اللي تعودنا عليه أحمد من جمهور النادي الأهلي، أنه دايما في ظهر الفريق، زي ما بنقول من أول حلقة أنه دايما جمهور النادي الأهلي في ظهر فرقته، في ظهر أي لاعب، حتى لو بنمر بأزمة، حتى لو في أي مشكلة، دايما الجمهور بيدعم. الفترة اللي جاية فترة صعبة، ابتدينا الماتشات الرسمية، عندنا 4 ماتشات في الدوري قبل ما نروح إن شاء الله لبطولة أفريقيا. خدوا بال حضراتكم انه الفريق بيعاني من غيابات كتيره جدا لاسباب مختلفه، يعني سواء كان اصابه، سواء كان ايقاف، سواء كان موضوع تعاقدات، لكن في النهايه احنا بنتكلم على فرقه كامله، والحقيقه لعيبه من العيار التقيل، يعني لما اتكلم على لعيب زي كهربا، لما اتكلم على لعيب زي رمضان صبحي، لما اتكلم على لعيب زي ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، يعني كل دول حقيقه قوام فريق كامل، حسين الشحات طبعا ربنا يرجعه لنا بالسلامه، وغيرهم وغيرهم، مش عايز انسى حد، لكن في النهايه مطلوب دعم لان الاهلي مشواره صعب. عندنا ماتشين في غايه الاهميه، ذهاب وعوده مع الوداد المغربي، وبالتالي الفريق في اللحظه دي محتاج كل الدعم من جمهوره، واعتقد ان الجمهور مش هيتاخر ابدا عن دعم فرقته. نروح لتفاصيل اخبار. نروح. اللجنه الخماسيه لاداره اتحاد الكره اختارت الاهلي والانتاج الحربي ان هم هيخضعوا لمسحه جديده طبعا بكره للكشف عن فيروس كورونا بين اللاعبين، ده قبل مباراة يوم الجمعة طبعا في الدوري. اتحاد الكرة حضراتكم عارفين كان قرر تأجيل مباراة الانتاج الحربي مع فريق مصر بسبب الإصابات الكبيرة بين لاعبي الانتاج بفيروس كورونا قبل تماسل الفريق للشفاء. إن شاء الله دي هتبقى أول مباراة للأهلي على ملعبه الجديد بعد انتهاء مرحلة التطوير الأولى، واللي شهدت تطوير غرف الملابس، الأسوار، وواجهة الاستاد. حقيقة بإذن الله حضراتكم هتشوفوا حاجة مبهرة. الأهلي كمان حصل على استاد السلام كحق انتفاع، احنا عارفين ده لمدة 25 سنة في الوقت اللي هيلعب منتخب مصر برضو وفريق الانتاج الحربي على الملعب ده بشكل طبيعي جدا وفقا للعقد اللي بينهم. من أخبارنا كمان الحقيقة اللي طمن الناس شوية على خط دفاع النادي الأهلي، الحقيقة واحد من نجوم خط الدفاع النادي رامي ربيعة مدافع الفريق هيعود لقيادة دفاع فريق نادي الأهلي أمام الانتاج الحربي إن شاء الله يوم الجمعة بعد تعافيه من الإصابة. سلامة رامي الحقيقة، في لعيبة كده بتبقى يعني حظها وحش بالذات مع الاصابات، ونجوم كتير جدا الحقيقه اثرت على الاصابات على مسيرتهم وعلى مشوارهم، نتمنى ان شاء الله تكون اخر اصابه لكابتن رامي، واحد من المدافعين الحقيقه اللي نتوقع ليهم ان هم يكونوا ليهم مستقبل باهر مع النادي الاهلي. سويسري فايلر في المباراه دي بالمناسبه هيلجا لمحمود متولي، يعني الماتش اللي فات امبي كنا لعبنا بمتولي واشرف جنب بعض، الماتش اللي جاي ان شاء الله هيكون رامي ربيعه ومحمود متولي في خط دفاع النادي الاهلي بسبب غياب طبعا ايمن اشرف اللي تعرض للايقاف بعد ما خد بطاقه صفراء او كارت اصفر في لقاء امبي اللي فات، وطبعا لسه اصابه ياسر ابراهيم مأثره على موعد رجوع. ربيعه خضع لبرنامج تاهيلي في الايام الاخيره عشان يتم تجهيزه ان هو يشارك ان شاء الله في ماتش النادي الاهلي مع الانتاج الحربي. جهاز المنتخب الوطني اتفق بقياده كابتن حسام البدري خلال اجتماع اللي كان موجود امس بمقر اتحاد الكره على ضم 4 حراس مرمى في كل معسكر من المعسكرات اللي جايه، بواقع طبعا 3 حراس مرمى كبار من الدوري الممتاز وحارس مرمى صاعد عشان يكتسب خبرات من التدريب مع زملائه الكبار، ويتم اعداد حراس يعني جدد لمستقبل المنتخب. طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا في المرحله اللي جايه. بتهيأ لي انه كابتن حسام البدري من اكثر الناس السعداء بعوده المسابقه الرسميه، اعتقد انه في اريحيه كبيره جدا لما يبتدي يتابع لعيبه في ماتشات رسميه وهو بيجهز عنده مشواره الحقيقه واكثر من لقاء في الفتره المقبله، وبيتهيألي انه ده هيساعده بشكل كبير جدا على انه يختار افضل العناصر الممكنه، وان كانت فكره انك تطلعي لعيب صغير يلعب مع كباتن كبيره او يعني نجوم فارس تيم
بيمثلوا منتخب مصر بالتاكيد هتساهم بشكل كبير جدا انها تديهم خبره كبيره تنفعهم في مشوارهم الحقيقه. قرار اعتقد انه موفق جدا من الجهاز الفني لمنتخب مصر. نروح لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، واحنا بنتكلم عن الناشئين الحقيقه كابتن خالد بيبو، انت كنت اتكلمتي امبارح عن تعاقد الاهلي مع مدير فني جديد هيتولى المسؤوليه الفنيه لقطاع الناشئين. كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين الحقيقه هيجتمع النهارده مع كل الاجهزه الفنيه الجديده للقطاع قبل ما يبتدوا بقى يتولوا مهام عملهم بشكل رسمي. يمكن كابتن خالد كان خد موافقه مجلس الاداره طبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب فيما يتعلق باختياراته لمدربي القطاع الجدد، منهم كابتن معتز زقين وكابتن احمد رؤوف، دول هيتولوا مسؤوليه فريق البراعم. كابتن ياسر رضوان هيتولى، كابتن ياسر رضوان اعتقد من النجوم اللي شاركوا في مباراه روما بيتهيألي، يعني هو وكابتن عماره هيتولى مسؤوليه فريق 2001. كابتن محمد شرف هيتولى مسؤوليه 2003. كابتن شريف عبد الفضيل فريق 2005. سيد غريب لفريق 2006. حسين شكري 2009. ياسر محمدين 2007. عمرو انور فريق الشباب تحت 21. واسامه زكي في هيتولى مسؤوليه فريق 2010. كان في اجتماع الحقيقه الكابتن محمود الخطيب امبارح كمان فيما يتعلق بنفس القطاع، قطاع الناشئين، مع تشيكي ميشيل بروكيتش المدير الفني الجديد اللي تولى مسؤوليه قطاع الناشئين في الاهلي المسؤوليه الفنيه، في حضور لجنه التخطيط للكره، وفي حضور ايضا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين عشان يتفقوا على استراتيجيه الشغل او المنهج اللي هيشتغل بيه المدير الفني التشيكي، وهيتم الاتفاق على كل الامور الخاصة بمسألة تطوير القطاع ومناقشة احتياجاته على كافة المستويات. هي متحمسة جدا لبروكيتش ده يا أحمد من السي في بتاعه. هو عنده سي في محترم جدا خصوصا في مجال الناشئين وتنمية القطاع دي. وأعتقد ممكن يطلع لنا فعلا ناشئين يدعموا الفريق الأول. نتمنى ده. محتاجين ده الفترة اللي جاية. نتمنى ده. نروح لحسام البدري بقى المدير الفني لمنتخب مصر، واللي قال انه بيفضل استمرار رمضان صبحي لاعب الاهلي في الدوري المصري. قال كمان ان هو يتمنى ان رمضان يستقر بقى بشكل سريع لان وجوده في الملعب مهم جدا بالنسبه له، وانه بيفضل استمراره في الدوري علشان يكون قدام عينيه ويتابعه على ارض الواقع، وده هيبقى اسهل له وافضل له بكتير. قال كمان ان استمرار اللاعب رمضان صبحي في مصر او اختياره للاحتراف الاوروبي يبقى قراره، ولكن عليه انه يحسمه بشكل سريع. بيجي لنا دايما كومنتس كتير قوي يا احمد، هي اخبار رمضان صبحي، الناس كلها عايزه تعرف رمضان صبحي خلاص هيروح هيحترف بقى بره ولا هيكمل مع الاهلي. الحقيقه هو اضافه كبيره للاهلي، وان هو يكمل ده ما فيهاش كلام. واحد من اللاعبين اللي ما تقدريش تنكري انه بيتقل كفه اي فرقه بيلعب ليها في الملعب، لكن يبقى انا بيتهيألي انه رمضان نفسه في حاله حيره، لانه الفترة اللي هو سافر فيها ولعب يعني او احترف في ستوك سيتي، لان ما اقدرش اقول ان رمضان لعب في انجلترا، يعني رمضان نسبة او حجم مشاركته مع ستوك سيتي بيتهيألي انه اثر على مستواه سلبا، ويمكن رجوعه لمصر وانضمامه للنادي الاهلي ساهم بشكل كبير جدا في انه يرجع رمضان مرة تانية لمستواه، وده الحقيقة يمكن بانت جدا الناحية دي في بطولة افريقيا اللي فاز بيها منتخب مصر واللي اهلته لليابان الاولمبيك جيمز. بس السؤال هنا هو رمضان لو احترف النهارده بره يقدر يضمن في ظل الظروف الحاليه انه يشارك اساسي، ولا ممكن تكون فتره صعبه مره ثانيه؟ يعني انا بيتهيألي هو شخصيا محتار يعمل ايه، لكن الحقيقه اللاعب اعلن رغبته بشكل واضح، وده بالاتفاق مع هدرسفيلد تاون، انه مش هيلعب في مصر غير للنادي الاهلي. هو انا متهيألي التقارير كلها يا احمد تقول هو يعني عايز يحترف اقرب للاحتراف، بس في النهايه هدرسفيلد عايزك، يعني هدرسفيلد رمضان السنه اللي جايه ينتهي عقده مع هدرسفيلد ويبقى انتقال حر، وبالتالي هدرسفيلد عايز يكسب من ورا رمضان، وده من حقه طبعا، حق مشروع. في عنده عروض سمعنا من فيورنتينا، من اولمبياكوس في اليونان، سمعنا انه اودينيزي بيتكلم، طبعا غير العرض المقدم من النادي الاهلي. بس يعني معظم الاخبار وان كانت غير مؤكده حتى اللحظه انه الاهلي قطع شوط كبير جدا مع هدرسفيلد تاون في يكون رمضان في الاهلي رمضان. بس برضو بنتمنى التوفيق للاعب في اي وقت وفي طبعًا اي مكان. طبعًا. نروح لنادي يوفنتوس، مسؤول نادي يوفنتوس رفضوا مناقشه طلب اداره ريال مدريد الاسباني بان هو يضم الارجنتيني باولو ديبالا لاعب خط وسط الفريق
الإيطالي، وده بداية طبعا من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات اللي جاية. موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي قال إن بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس من أشد المعجبين بديبالا، ومن الواضح إن هو بيرغب في الاحتفاظ بالموسم اللي جاي. ديبالا كان طبعا انضم لصفوف اليوفي في صيف 2015، كان جاي من باليرمو في صفقة وصلت قيمتها 40 مليون يورو، وخاض بقميص فريق السيدة العجوز 228 مباراة في جميع المسابقات، سجل 95 هدف. حقيقة بالرغم ان بيرلو من قبل ما يمسك يوفنتوس قال قد ايه هو، احنا كنا في صفقة تبادلية كان المفروض اسكو مقابل ديبالا، بس بيرلو لا كان مش اسكو بس، يعني اسكو معاه كروس، وفي ممكن اسكو كروس ومعاهم يبقى في كمان مبلغ مالي يتقاضاه اليوفي في مقابل ديبالا يروح الريال. قبل ما يمسك يوفنتوس تصريح مهم جدا انه قد ايه هو محتاج لعيب زي اسكو في يوفنتوس، او ان يوفنتوس محتاج اسكو علشان يكسب تشامبيونز ليج، وده كان تصريح مهم جدا. ومع ذلك هو بالنسبه له ديبالا مش الحد اللي هيفرط فيه، حد بنجوميه ديبالا مش هيفرط فيه حتى لو مقابل اي نجم من نجوم ريال مدريد. هو يعني مش بالضروره طبعا، احنا بنتكلم على اثنين من اكبر انديه اوروبا، وديبالا واحد من اللعيبه المرشحه لمرحله ما بعد ميسي ورونالدو. يعني من النهارده العالم بيسال، وما اعتقدش انه ميسي ورونالدو قدامهم في ملاعب يعني فتره طويله جدا، والناس بتسال مين اللي جاي بعد ميسي ورونالدو. ديبالا واحد من النجوم المرشحه مع لعيبه مثلا زي نيمار، مع لعيبه زي ماركوس راشفورد، ان هم لعيبة دي مؤهلة أو عندها مقومات تبقى سوبر ستار، وبالتالي من الصعب جدا على اليوفي إن هو يفرط فيه، على الرغم من مش بالضرورة دايما تبقى صفقة ناجحة. يعني حضراتكم تفتكروا مثلا بول بوجبا لما تألق في اليوفي وراح المان يونايتد، ما شفناش بوجبا اللي احنا كنا متفرج عليه في اليوفي، وبالمناسبة في كلام إن بوجبا يرجع مرة تانية ليوفنتوس تحت قيادة بيرلو. خلينا نروح لشريف شعبان مراسلنا نتعرف منه على استعدادات الأهلي بقى الإنتاج الحربي، خطة الفريق سواء فيما يتعلق بالتمرين او الاستعدادات الخاصه بمباراه الانتاج. شريف مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي احمد وزميلي ساره، وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايزين نعرف منك برنامج النادي الاهلي ان شاء الله الفيرست تيم لغايه مباراه الانتاج الحربي، ايه هي ابرز مراحل استعداد الفريق الاول؟ يمكن الاهلي بيتمرن الان في ملعب الاتش امامي، ويمكن فقره الحراس امامي الاربع حراس علي لطفي وشناوي وشوبير وشريف كرم، طبعا تمرينه ولا اروع ولا اقوى، يمكن ما شاء الله تطلع يمسك الخشب ماشيين كويس جدا وعاملين تمرينه قويه جدا لافته كل انظار متابعي اعضاء النادي الاهلي طبعا لهذه التمرينه. ويمكن فايلر يمكن في وسط الملعب بيعمل تمرين تكتيك للعيبه، التحركات والاستلام والتسلم والجمل، وبيحافظ اللعيبه الشغل اللي هيشتغلوا في مباراه الانتاج الحربي اللي هتكون يوم الجمعه الساعه 9 مساء. يمكن برنامج النادي الاهلي هيكون طبعا النهارده التمرين كان 5:30، بكره التمرين هيكون الساعه 9:30 صباحا، ويعقبه مسحه كورونا طبعا، لان طبعا البروتوكول الطبي طبقا لتعليمات وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه ان يكون في مسحه قبل مباراه 48 ساعه. فبكره بعد التمرين هيكون في مسحه، وباذن الله يوم الخميس هيرجع التمرين تاني الساعه 5:30 مساء، ويخش معسكر في احد الفنادق في التجمع الخامس طبعا ليله مباراه الانتاج الحربي اللي هتكون يوم الجمعه. يمكن شايف على الجانب الاخر في الملعب ياسر ابراهيم بيتاهل مع الكابتن طارق، وما شاء الله يمكن البشائر كلها او الشكل العام بيوحي ان هو بيستجيب بسرعه للعلاج، ويمكن في مده قصيره جدا هتلاقيه ربيعه كان بيتمرن النهارده مع الفريق الاول. رامي ربيعه موجود وبيشارك وبكل قوه باذن الله، وباذن الله يكون طبعا ان في ايقاف لايمن اشرف في المباراه القادمه للحصول على 3 انذارات، هيكون في خط الدفاع طبعا محمود متولي وبجواره رامي ربيعه، ربنا يستر وتعدي الفتره دي على خير، توالي مباريات مفيش راحه خالص، كل 3 4 ايام مباراه، فربنا يستر لاعبي النادي الاهلي ويقدروا مع ضغط المباريات دي كلها يقدروا يبقى يعني ربنا يحميهم من هذه الاصابات، لان الاهلي دلوقتي ما عندوش حد خالص في الدفاع غير الاثنين دول، فباذن الله ربنا يستر والماتش الجاي يعدي على خير باذن الله. في حاجة معينة يا شريف فايلر كان مركز عليها النهارده في التمرين قبل ماتش الانتاج؟ النهارده فايلر كل شغله النهارده تكتيك، تحفيز، جمل، تحركات، استلام، تسلم، كله شغل تكتيك خلاص، المدة الزمنية ما بتكون صغيرة جدا ما بين المباراتين، ما بيعرفش يرفع الحمل وينزل الحمل، لا بيشتغل تكتيك على طول، بيشتغل الشغل اللي هيعمله في المباراة، بيحفظ جمل اللاعبين، الكور الثابتة يتحركوا فيها ازاي، مين يتحرك في الضربات الركنية، في الجمل اللي مين اللي يستلم مين، كل شغل فني بيقوم بيه المدير الفني فايلر، بيحفظ اللعيبه الشغل اللي ممكن يعملوه في مباراه الانتاج وباقي مباريات الدوري الممتاز الفتره القادمه يعني.
شريف بنشكرك شكرا جزيلا. دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي واستعداداته ان شاء الله لمباراه الانتاج، ومش بس مباراه الانتاج الحقيقه، مباراه الانتاج ويمكن الماتشين اللي بعدها كمان. اعتقد انه على لعيبه الاهلي احنا طبعا عندنا مشكله مع الاصابات، يعني او الغائبين، مش هقول اصابات بس، لكن علينا كمان ان احنا وبتهالي طبعا الجهاز الفني وكابتن السيد عبد الحفيظ بيركز ويفهم اللعيبه الجزئيه دي تماما، انه نخلي بالنا جدا من فكره الانذارات، لان مش ناقصين كمان انه في الظروف دي لعيبه تغيب عن الفريق بسبب ايقاف او بسبب زي ما كنت بقول لك يا احمد ريد فايلر على موضوع الاصابات والغيابات. الحقيقه برضو بيطمنا انه انا راجل عملي، ما تسالونيش عن اللي غايب، اسالوني عن اللي موجود في الملعب، ووفقا للي عندي في الملعب على ارض الملعب انا هادي كويس. لا انا بس بقول انه احنا دلوقتي في الدوري اعتقد ان الاهلي عنده فارق مريح، فما فيش داعي لاي نوع من انواع العصبيه او الغلطات اللي تخلي اللعيب يحصل على انذار، لانه احنا مش محتاجين يبقى عندنا كمان لعيبه بتغيب بسبب ايقاف بسبب الانذارات. فقراتنا متواصله مع حضراتكم في السادسه، نروح لفصل سريع انا وساره ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. برحب بحضراتكم من جديد. الحقيقه احنا الفتره دي شغلنا الشاغل هو دوري ابطال افريقيا، عايزين الاهلي، كل الاهلاويه عايزين الاهلي يفوز بدوري ابطال افريقيا. الدوري المصري شبه محسوب لينا باذن الله، لكن اهم حاجه دلوقتي هي بطوله دوري ابطال افريقيا. ومن خلال برنامج السادسه زي ما عودنا حضراتكم ان احنا نكون على تواصل مع اغلب النقاد والمحللين كمان في قاره افريقيا وخصوصا دول شمال افريقيا، فهيكون معانا باذن الله دلوقتي مداخله عبر سكايب مع الصحفي الجزائري مصطفى بن سرياح، نتكلم معاه على توقعاته لبطوله دوري ابطال افريقيا. برحب بيك يا فندم. ممكن حضرتك تسمعني عن طريق سكايب مش من التلفزيون؟ عايز اعرف من حضرتك في البدايه يعني شكل المنافسه في وجهه نظرك على لقب دوري ابطال افريقيا الموسم ده من خلال مربع ذهبي مصري مغربي. ممكن حضرتك تعيدي السؤال؟ المكالمه شويه الصوت ما يوصل كويس. كنت بسال حضرتك على شكل المنافسه على دوري ابطال افريقيا من خلال المربع الذهبي المصري المغربي، يعني الاهلي المفروض هيلاعب الوداد والزمالك مع الرجاء المغربي. السلام عليكم ومرحبا بكل الجمهور المصري والجمهور العربي على العموم. هي منافسه دوري ابطال افريقيا يعني وصلت لمرحله حاسمه حاليا، وهما هي في الدور نصف نهائي والنادي الاهلي اوصل للدور نصف نهائي على غير الزمالك. راح يكون فيه صراع مصري مغربي، صراع راح يكون بامتياز يعني لافتكاك اللقب. هناك ناديين من جانب المغربي هما الوداد والرجاء، الفريقان كبيران، وايضا فريقان عملاقان من جانب المصري هما الاهلي والزمالك. يعني نحن راح نكون على موعد مع مباراتين كبيرتين يعني على المستوى القاري. الحظوظ على الورق تبدو متكافئة جدا للأندية الأربعة للتتويج باللقب، يعني كل فريق له حظوظه للتتويج باللقب القاري. المنافسة ما راح تكون شديدة، راح تكون مفتوحة على كل احتمالات. هنالك أيضا عامل آخر راح ناخذه بالحسبان، هو توقف البطولة في المغرب ومصر مؤقتا بسبب جائحة كورونا اللي اجتاحت العالم والعالم العربي، وكان لها تأثير سلبي جدا على كرة القدم. نحن شفنا الدوريات الأوروبية لما عادت للنشاط يعني كان فيه تغيرات كثيرة على مستوى البطولة وحتى دوري أبطال أوروبا. يعني نفس الشيء راح يكون في دوري ابطال افريقيا، وراح ننتظر ان شاء الله انه يكون المنافسه مفتوحه على جميع الاحتمالات.
في رأي حضرتك الفرق المصرية هتستفيد أكتر من نظام الذهاب والإياب بدل من نظام المباراة الواحدة؟ هو يعني ظروف كانت يعني ظروف جائحة كورونا اللي قلت لك أنها اجتاحت العالم العربي والعالم بإسره، يعني كانت حتمت على الاتحاد الإفريقي أنه يقترح مقترح اللعب مباراة واحدة بدون ذهاب وإياب على غرار ما سيفعله الاتحاد الأوروبي في دوري أبطال أوروبا اللي راح يتلعب في لشبونة البرتغالية. بس دوري في إفريقيا ما عندناش يعني نفس الظروف الموجودة في أوروبا. يعني في إفريقيا عندنا يعني لازم اختيار، في أوروبا تم اختيار لشبونة اللي تكون لاحتضان ما تبقى من المنافس الدوري أبطال أوروبا. بس احنا في إفريقيا وحتى الحدود لا زالت مغلقه بين البلدان العربيه، الاتحاد الافريقي ما عندوش يعني حلول كثيره لتنظيم نفس الشيء نفس على نفس الطريقه التي قام بها الاتحاد الاوروبي. راح يحرم الجماهير، لو تم اعتماد تلك الطريقه راح يحرم الجماهير من التنقل من بلد لاخر، يعني من مصر بين مصر والمغرب راح يحتم على الاتحاد الافريقي اختيار بلد محايد، وحتى لو تم اختيار بلد محايد راح يحرم جماهير الانديه من تنقل لمسانده فريقهم. يعني كان لازم اعتماد نظام الذهاب والاياب، وراح يكون ان شاء الله عنده صدى افضل، يعني راح نشوف يعني منافسه مفتوحه على كل الاحتمالات، يعني كل فريق راح يلعب على ارضه أمام جماهير وراح يستفيد من ذلك الدفع، حتى ولو أنه المباراة يعني راح تلعب بدون جمهور، بس الفريق اللي يلعب على أرضه راح يكون يعني عنده حظوظ أوفر. نحن نعرف أنه النوادي العربية أو الإفريقية على العموم ليس مثل النوادي الأوروبية، يعني لما يلعب على أرضه راح يكون عنده روح، راح يكون عنده ضغط من الجماهير حتى في ظل عدم تواجدها يعني على أرضية الميدان. بس في الأسبوع الذي يسبق المباراة راح يكون فيه ضغط من الجماهير، راح يكون الجماهير تطلب يعني مجهودات أوفر ومجهودات أكبر من فريقها للتتويج باللقب. يعني نظام الذهاب والإياب راح يمنح كل فريق حظوظه للتتويج باللقب القاري. عايز أسأل حضرتك، ليه الأندية الجزائرية غابت عن نص نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ ممكن تعيدي لي السؤال راجعا؟ ليه غابت الأندية الجزائرية عن نص نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ غياب الأندية الجزائرية عن نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في عنده مبررات كثيرة. يعني النوادي اللي كانت تمثل الجزائر هي نادي اتحاد الجزائر ونادي شبيبة القبائل، يعني الناديان كانوا يمثلوا الجزائر في دوري أبطال أفريقيا. الفريق الأول اتحاد العاصمة كان عانى من مشاكل كثيرة، كان فيه تغييرات على مستوى الإدارة، يعني النادي كان في ظل الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر، مالك النادي كان من بين رؤوس الفساد في البلاد، وتم سجنه يعني هو تم سجنه بسبب فضائح في الفساد. يعني النادي كان عانى كثير من هذا الجانب، وكان تم توقيف كل الامدادات الماديه للنادي، وهو ما اثر سلبا عليهم، يعني كان حتى مصاريف تنقل ما قدر يوفرها، يعني مصاريف تنقل لافريقيا النادي ما قدر يوفرها، وذلك كما قلت لك بسبب سحب رئيس النادي. بالنسبه لشبيبه القبائل عندها تقاليد يعني في المنافسه القاريه، عندها القاب في كاس الكاف في دوري ابطال افريقيا، ولكن النادي ايضا في مرحله تجديد، النادي يعيش الان مرحله تجديد، اداره جديده يعني بقياده الرئيس ملال. عفوا انقطعت المكالمه اعتقد. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي بالاخص يعني في دوري ابطال افريقيا، وشكرا جدا لحضرتك كنت معانا في برنامج السادسه. نروح دلوقتي بقى لذكريات النادي الاهلي. الحقيقه انه من ساعه ما بدا البرنامج واحنا عودنا حضراتكم ان احنا نعيش معاكم كل ذكرى حلوه عاشها الاهلي،
كل لحظة انتصار وفرحة، وده لأن الأهلي دايما معودنا على الفوز وعلى الانتصارات، ودولاب بطولاته هو اللي يشهد على كل الإنجازات دي. الحقيقة الأهلي عنده ذكريات حلوة قوي حصلت زي النهاردة اللي هو 11 أغسطس. زي النهاردة الأهلي هزم روما الإيطالي بثنائية وديا في استاد القاهرة في 2002، قدر الأهلي أنه يحقق فوز تاريخي على ذئاب العاصمة الإيطالية، وقدم عرض أبهر، 70,000 متفرج حضروا المباراة في استاد القاهرة. سجل أهداف الأهلي وقتها إبراهيم سعيد وإيفيلينو، كان أبرز لاعبي روما اللي شاركوا طبعا الأسطورة ديروسي وباتيستوتا، وطبعا فينسو كانديلا وجونسون زبينا، البرازيلي أمرسون، بالإضافة للإسباني طبعا جوارديولا مدرب السيتي الحالي. فابيو كابيلو مدرب روما الإيطالي جه القاهرة وهو مش مصدق إن الأهلي فاز على ريال مدريد في 2001 بنتيجة 1-0، وأكد وقتها إنه مش بيفرق بين الوديات والرسميات، وإنه هيقدم عرض جيد جدا كأنها مباراة رسمية تليق باسم روما والكرة الإيطالية. بس الحقيقة هو اصطدم بقوة المارد الأحمر، تلقى هزيمة بهدفين مقابل هدف. بعد المباراة احتفل الآلاف من جمهور الأهلي بالفوز التاريخي ده في شوارع القاهرة، وطالبوا إدارة الأهلي بلعب مباريات تانية طبعا قدام فرق أوروبية. كمان الحقيقة إنه كنا بنتكلم حتى أنا وأحمد في أول الحلقة إنه قد إيه ساعتها مدرب روما اتضايق جدا من الخسارة دي، وإنه رفض إنه لعيبة الأهلي، بعض لعيبة الأهلي ولعيبة روما، إن هم يبدلوا التيشيرتس مع بعض، وكان مصدوم من الخسارة دي. كمان عايز أقول إنه زي النهاردة الأهلي فاز على غزل المحلة بثلاثية، توج بطل الكاس في عام 93، فاز الأهلي على غزل المحلة في أول مواجهة بينهم في النهائي باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بثلاث أهداف مقابل هدفين، ليعلن نفسه كده بطلا لكاس مصر الموسم الثالث على التوالي. وقتها المحلة تقدم في الشوط الأول بهدف كان سجله عبد العظيم الشوري في الدقيقة 30، ومحمد رمضان تعادل في الدقيقة 4 من الشوط الثاني. أيمن شوقي نجم الأهلي عزز التقدم في الدقيقة 15، وحسن محمد عبد الجليل اللقب في الدقيقة 30. في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، كابتن شوقي غريب سجل هدف تقليل الفارق للمحلة. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم نكمل فقراتنا في برنامج السادس. محمد جودة ملك وسط الملعب. محمد جودة موسى حامد أحد أبرز أبناء الأهلي، نجح بفضل مهاراته العالية وطريقته المميزة في اللعب بخطف أنظار جماهير النادي العريضة، حيث كان لاعبا رائعا يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر. اجتهد جودة خلال مسيرته الكروية داخل قلعة الجزيرة حتى أصبح من بين أفضل لاعبي خط الوسط الذين دافعوا عن ألوان المارد الأحمر في الألفية الجديدة. أجمل النادي الأهلي، وجودة يشرخ ويعدي وداخل وبيبص وعاوز يشوط وشاط ويطير عليها وسام يطلعها ضربة ركنية. ولد جودة في 15 من أغسطس عام 1979 بمدينة السويس، وبدأ رحلته مع كرة القدم ناشئا داخل النادي الأهلي، وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى تم تصعيده للعب مع الفريق الأول عام 1997. استطاع محمد جودة أن يثبت جدارته مع بطل مصر، وبات أحد عناصره الأساسية حتى رحل عن كتيبة الشياطين الحمر موسم 2003-2004. وجودة وجول الثاني للنادي الأهلي محمد جودة. عاش محمد جودة لحظات تاريخية خلال مسيرته مع النادي الأهلي، حيث كان ضمن عناصر الفريق الذي فاز على ريال مدريد الإسباني في مباراة القرن، علاوة على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب سان داونز الجنوب إفريقي عام 2001، وكأس السوبر القاري أمام كايزر تشيفز في 2002، ليحصد جودة 10 ألقاب متنوعة ما بين محلية وعربية وإفريقية خلال فترة تواجده مع الفريق الأحمر. وداخل اوبا، الله 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 عليك يا جودة. خاض ملك خط الوسط عدة تجارب احترافية، من بينها الانتقال لنادي أراوا السويسري، ثم اللعب لأنقرة جوجو التركي، قبل أن يعود للدوري المصري عبر بوابة النادي الإسماعيلي الذي قضى فيه موسما واحدا قبل أن يرحل مجددا
لخوض تجربة احترافية رفقة أسيريسكا السويدي موسم 2007-2008، ثم عاد مرة أخرى للدوري المصري العام، لكن مرتديا قميص حرس الحدود الذي لعب له خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2010، محققا معه 3 بطولات، وهي كأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلي مرة واحدة، قبل أن يعتزل اللعبة الشعبية الأولى في العالم متجها لعالم التدريب، حيث خاض تجربة تدريبية بنادي طلائع الجيش بداية من العمل في قطاع الناشئين وصولا لمدرب عام بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي العسكري خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2019 قبل أن يرحل عن منصبه. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في السادسة، وزي ما شفتوا في التقرير ملك خط النص، في لعيبة كده الحقيقة بتشيل فرقة وتشيل خط كامل، وأعتقد أنه مشوار طويل جدا مع الكرة بشكل عام، وإن كانت فترة الأهلي أعتقد أنها مرحلة مهمة جدا ومرحلة خاصة جدا كان فيها شديد التألق شديد التوهج، حقق بطولات كتير مع النادي الأهلي. كابتن محمد جودة هو ضيفنا النهاردة في السادسة، أهلا بيك يا كابتن محمد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد بحضرتك، مبسوط جدا أن أنا في قناتنا كلنا يعني طبعا، ومتشكر جدا على الكلام والمقدمه الجميله دي. انت تستحق اكتر من كده الحقيقه، انت صاحب مشوار مهم ومرحله مهمه جدا مع النادي الاهلي، ورغم انك انت احترفت في انديه كتير جدا لكن بيتهيالي انه محطه الاهلي بالنسبه لك غير انها محطه انطلاق وبدايه توهج، لكن يعني في مشوار اي لاعب لما يكون مع فريق كبير بحجم النادي الاهلي ويحقق الكم الكبير جدا من البطولات بتبقى بالتاكيد مرحله مهمه جدا ومحطه مهمه جدا في حياتك. اكيد طبعا كلام حضرتك مظبوط 100%، طبعا مع احترامي طبعا لكل الانديه اللي لعبت فيها، انديه طبعا محترمه وانديه كبيره بكن لها كل احترام وتقدير، ولكن يبقى حتى اسمي حتى يعني الواحد بيمشي في الشارع محمد جوده لاعب النادي الاهلي، محمد جوده لاعب النادي الاهلي السابق، يبقى الاسم يعني الحمد لله مرتبط بنادي كبير زي النادي الاهلي يعني. امتى دخلت النادي الاهلي لاول مره؟ ده من اول مره وانا تقريبا عندي 9 سنين يعني. وانا عندي 9 سنين كان معايا مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، يعني كان الجيل مواليد 79، كان امير عبد الحميد موجود، كان ابراهيم سعيد، الناس اللي كملت حسن مصطفى، مش عايز انسى حد، احمد صلاح حسني طبعا. أيوه. بس وكملنا يعني لغايه الفريق الاول من وانا عندي 9 سنين تقريبا. المحطه او اللحظه اللي ابتديت تلعب فيها مع الفيرست تيم في النادي الاهلي، تمام. النقله دي حصلت ازاي ومين المدربين اللي كانوا ليهم بصمه مع كابتن محمد يعني جودة؟ طبعا يعني حلم اي ناشئ او اي حد بيلعب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان يلعب فريق اول. أيوه. ويمكن عايز اقول لحضرتك ده كان يعني بالنسبه لنا كلنا حتى ما بنيجي نتكلم بنقول يا مستحيل ان احنا نطلع نلعب فريق فلسطين. اول دي حقيقه يعني هم مش لعيبه كتير بتبقى من الناشئين بتطلع تلعب فيرست تيم يعني قليلين. اكيد طبعا انا بتكلم عموما قبل حتى ما يطرح اسامينا يعني ان احنا نلعب. فالمهم يعني كان مستر هولمان هو اللي موجود يعني يمكن اول واحد دربت. كان في النادي الاهلي كان داخل في بطولتين، بطوله عربيه ودوري ابطال افريقيا يعني فاكر، فكان في فريق سافر هنا وفي فريق من هنا، طلبوا ناس في الناشئين والحمد لله طلعنا يعني، وطلعت انا وابراهيم سعيد واحمد صلاح يعني كذا حد كده الحمد لله طلعنا وكملنا يعني. اول ماتش ليك في الفيرست تيم مع النادي الاهلي دايما بيقولوا حتى النجوم الكبار قوي اول ماتش في تاريخ النادي الاهلي يقول لك فنيت النادي الاهلي تقيله. طبعا النادي الاهلي تقيل على اي لعيب مهما كانت امكانياته ومهما كانت جماهيريته. يمكن اول ماتش رسمي ليا كان في البطوله العربيه في استاد القاهره، كان على ما اتذكر قدام الشباب السعودي. يمكن كسبنا 3-0، يمكن اول ماتش ليا احرزت هدف، كنت انا احرزت هدف، كابتن حسام حسن احرز هدف، وكابتن سيد عبد الحفيظ احرز الهدف الثالث. حتى اول مباراه برضو ليا على المستوى الافريقي كانت امام شوتينج ستارز في نيجيريا هناك، وبرضو احرزت الهدف الاول يعني الحمد لله دايما يعني البدايات يعني الحمد لله كانت كويسه. انت كنت شويت كانت رجلك ما شاء الله. ده اللي حصل كنت من لعيبه النص اللي دايما بيكملوا مع الفراوده يعني في لعيبه نص دايما ممكن يقضي مشوار حياته كله في فريق ما جابش جوال، لكن انت كنت ما شاء الله بتكمل وبتزيد يعني عايز اتخطى اصلا يعني نقطه الكلام عن ان انا اتكلم عن نفسي دي يعني، ولكن فعلا المفروض يعني الطبيعي حتى ما بنقول حتى دلوقتي بالمسميات الجديده رقم 6 ورقم 8. أيوه. لازم رقم 8 يتقدم شويه، حتى لو 6 تقدم لازم 8 يقف. دي كنت بعملها وعملتها في سنه من السنين بصوره كويسه جدا جدا، كان مع حسام غالي
ما كانش حد يعرف مين 6 ومين 8. كان لو هو طلع وانا بقف والعكس صحيح، يمكن احرزت تقريبا 9 اهداف او 10 اهداف الموسم ده، وحسام غالي برده 8 اهداف. فيعني حتى اما الواحد بيجي يطلع يحلل الماتشات بيطلب من لعيبه وسط الملعب ان هي تزيد وتشوط، لان دي احد الحلول يعني. اه الجيل بتاعكم الحقيقه يمكن انت حققت 10 بطولات تقريبا مع النادي الاهلي تقريبا يعني تقريبا عشر. اهم بطوله من وجهه نظرك واهم افتكر معاك كده بس اهم الماتشات. وعلى فكره احنا بنتكلم معاك دلوقتي وانت من ولاد النادي طبعا، بيبقى فيه رساله مهمه جدا للشباب الصغير والناشئين اللي طالعين النهارده من النادي الاهلي، يعرفوا المشوار. بالتاكيد المشوار ما بيبقاش سهل اكيد طبعا. ولما تبقى بتلعب مع تيم زي النادي الاهلي عليك ضغط جماهيري طول الوقت، اي مسابقه بتكسب بتلعب فيها مطلوب منك انك انت تكسبها او جماهيرك على الاقل مستنيك تكسبها، كل دي تجارب مهمه جدا تتنقل للشباب الصغير اللي طالع. اكيد يعني يمكن طبعا برضو يعني الواحد بيتمنى اصلا الحياه ترجع والجماهير ترجع للملعب، يعني يمكن الحمد لله الواحد محظوظ اللعب قدام 100,000 متفرج، ومن واحنا داخلين في الاوتوبيس الاوتوبيس بياخد ساعه علشان يدخل الاستاد، بندخل جوه نلاقي الجمهور مليان. اعتقد ده يعني زي ما حضرتك قلت الانديه الكبيره لازم اللعيبه تتمتع ان هي تلعب تحت ضغط. يمكن الجيل الحالي ده شويه طبعا في ضغط جماهيري كبير جدا، بس عن طريق مثلا اما بيمشوا في الشارع عن طريق روحهم ان هم عايزين يكسبوا، ولكن في الملعب قدام 100,000 متفرج دي ده موضوع كبير جدا. يمكن الحمد لله لعبت مباريات كتير طبعا النادي الاهلي على طول في اغلب الاوقات سواء المباريات الافريقيه او المحليه الاستاد كان بيبقى متقفل. فاعتقد ان انا من الناس المحظوظه، وان شاء الله الحياه ترجع والجمهور ترجع لمكانها الطبيعي، لان اصلا الكره للجمهور يعني. طبعا كنا النهارده بنفتكر مع مشاهدي السادسه واحد من الماتشات التاريخيه الحقيقه المهمه جدا للنادي الاهلي، ماتش الاهلي واي اس روما بطل مزبوط. ايطاليا اللي اتلعب في استاد القاهره مزبوط. كنت بسالك حتى قبلها وانت شاركت في ماتش، قلت لي لا ما شاركتش، بس انت شاركت في ماتشات تانية لعب مزبوط. فيها الاهلي مع فرق عالميه اهمها يعني ريال طبعا، اهمها مباراه القرن طبعا مع ريال مدريد، وبرده وسافرنا اسبانيا لعبت مباراه ريال سوسيداد هناك. فالحمد لله يعني النادي الاهلي يعني على مختلف الاجيال، ولو حضرتك حسبتها كده هتلاقي ما فيش موسم او سنتين بيعدوا لما لازم فريق كبير سواء يجي يلعب في القاهره هنا او النادي الاهلي يسافر له او يعني زي برده مباراه بايرن ميونخ تقريبا كان في الامارات في دبي. يعني دايما كده النادي الاهلي يعني اما بيجي حتى يطلب ان يلعب مع انديه كبيره الانديه بتوافق على طول للمكانه الكبيره طبعا اللي موجود فيها النادي الاهلي طبعا. والعكس صحيح يعني، والموضوع مش ماتش بس يعني، لما نتكلم على علاقه الاهلي وبايرن ميونخ او الاهلي وريال مدريد مزبوط. اعتقد في دايما تواصل مستمر بين الانديه. الاهلي كواحد من اكبر الانديه العربيه والافريقيه، وطبعا بنتكلم عن نادي زي بايرن او ريال في اوروبا من الانديه الكبيره جدا. اتكلم معاك شويه عن ماتش الريال ده فضل. يعني انتوا كلاعيبه يعني الجمهور بيبقى جمهور بدايه يعني اي اهلاوي ما دام بيقابل فريق اكس كان بقى بطل اوروبا كان بطل اسيا كان بدل على ملعبنا ووسط جمهورنا، دايما جمهور الاهلي عنده طموح احنا نكسب الماتش ده. لكن ممكن يبقى من وجهه نظر اللعيبه يعني الموضوع مختلف. ازاي كنتوا بتحضروا المباراه القرن بين الاهلي والريال وانت نازل الملعب انت والفرقه بتتكلموا في ايه؟ عندكم احساس انكم ممكن نكسب الريال، ولا المهم ان احنا نلعب ماتش حلو نبسط بيه الجمهور؟ يعني كلمني عن كواليس الماتش شويه. يعني هو المباراه دي كانت في بدايه الموسم، واحنا اصلا كنا عاملين معسكر في البرتغال. كان مين مدرب ساعتها؟ مستر مانويل جوزيه. كان جوزيه اول ما من اول ماتشات اللي لعبها جوزيه أو اعتقد اول مباراه في القاهره. اكيد كنا عاملين معسكر في البرتغال، كنا قاعدين كلنا طبعا مع بعض ومتجمعين وعارفين ان احنا هننزل القاهره وهننزل مصر هنلعب ريال مدريد. فيعني اوريدي احنا كنا مع بعض، كنا قاعدين تقريبا اسبوعين في البرتغال معسكر للسيزون يعني. بالظبط. يعني مش عايز اقول لحضرتك من اول ما عرفنا ان احنا هنلعب ريال مدريد طبعا المعسكر طبعا بقى يعني عايز اقول لحضرتك نار، كله بيتسابق وبيتنافس منافسه شريفه ان هو يشارك في المباراه دي. لان زي ما حضرتك عارف المباراه دي تقريبا من 19 20 سنه لسه مثلا حضرتك بتتكلم عليها وكل الاعلاميين بيتكلموا عليها وهتفضل في التاريخ. كان في منافسه كبيره جدا جدا من خلال المعسكر بعد ما عرفنا معلومه ان خلاص هنلاعب ريال مدريد، بما ان النادي الاهلي نادي القرن الافريقي ونادي ريال مدريد في اوروبا.
اعتقد يعني نزلنا خلصنا معسكر، نزلنا من القاهرة على طول على معسكر، لعبنا المباراة دي. المشكلة اللي مش مشكلة اللي كانت بتقابلنا، الحاجة الكويسة جدا اللي كانت بتقابلنا، ان ريال مدريد في الفترة دي تقريبا يعني جمع لاعبين من جمع زيدان وفيجو وروبرتو كارلوس وراؤول جونزاليس وجوتي وكاسيا، كتير لعيبة كتير جدا، وفرناندو هيرو ومكاليلي بيتهيألي كان بيلعب، مكاليلي ولعيبة كتير جدا جدا يعني، ورونالدو رونالدو الكبير، رونالدو الكبير يعني عايز اقول لحضرتك اساطير، زين الدين زيدان، زيدان لوحده ده زيدان اسطوره، ده قصه كبيره، الموضوع كان كبير جدا جدا يعني. يمكن بطبيعه الحال في رهبه كابتن وانت في الملعب يعني، خلاص بقى ابتدينا والحكم ابتدى المباراه وال100 الف مليين الاستاد والتعليمات بتاعه كابتن جوزيه قبل الماتش، اول ما بتنزل تلعب جنب اسماء من يعني تقيله قوي كده، الموضوع ايه احساسك ايه وانت في الملعب؟ حضرتك بتلعب مع يعني احسن لعيبه في العالم يعني، بجد احسن لعيبه في العالم، ومن كل الجنسيات وكل المنتخبات يعني. يمكن عايز اقول لحضرتك تركيزنا كان شديد جدا، اكنها مش مباراه وديه خالص، كل واحد عارف ان شاء الله لو عملنا نتيجه كويسه او بقى كويس في المباراه دي هتقعد للتاريخ كله. اخذنا ده في الحسبان، يمكن اكيد بطبيعه الحال كان في رهبه شويه في اول المباراه، ولكن مع سير المباراه عايز اقول لحضرتك نسينا، وبرده حسينا ان احنا النادي الاهلي اللي لازم يكسب. يعني بعد تقريبا 7 8 دقائق، هنقول 10 دقائق بالكثير قوي، الموضوع بقى عادي جدا يعني. طبعا كان في فرص كتير جدا لفريق ريال مدريد، عكس ما في ناس كتير اتكلمت، لا كانوا واخدين المباراه بجد جدا، كانوا بيلعبوا اصلا يعني الفريق بالكامل يعني. احنا برضو توقعنا برضو لما نوصل هنلاقي زين الدين زيدان ما بيلعبش، هنلاقي لويس فيجو ما بيلعبش، هيريح هجوم يعني الفريق ويلعب، كنا متوقعين يعني لاخر لحظه لقينا لقينا الفريق بالكامل، اديتنا دفعه كبيره جدا. بقول لحضرتك اكتر من اسبوعين عارفين ان احنا هنلاعبهم، طبعا كله مركز بطريقه كبيره جدا. اللعيبه بتتكلم مع بعض يعني، بعيدا حتى عن توجيهات الجهاز يعني، بالتاكيد الجهاز بيحفظ ادواره، بيقول مين هيلعب فين وهنلعب ازاي، ولو حصل سيناريو الماتش هيمشي، الكلام ده كله شيء عظيم، لكن انتوا كلاعيبه بتتكلموا مع بعض؟ او انت حتى ممكن تكون تتكلم مع حد من الفرقه اللي هم قريبين قوي من كابتن محمد جوده قبل الماتش؟ لا كلنا. دي على فكره سمه موجوده في النادي الاهلي، مش عشان انا موجود هنا او لعبت في النادي الاهلي، سمه موجوده اي مباراه، كلنا على قلبنا على قلب بعض يعني، حتى اللي ممكن انا ما ببقاش موفق شويه اللي جنبي يشيلني، اللي جنبي يكلمني، في باص غلط طلع مني او حاجه، على طول اقرب واحد ليا يقول لي يلا يعني، دي على طول موجوده في النادي الاهلي بصراحه، مش المباراه دي بس. ولكن انا بما اننا بنتكلم على المباراه دي يعني، عايز اقول لحضرتك يعني مش بعد 10 دقائق الموضوع بقى عادي جدا، بقى قلب كمان ان الواحد بقى مستمتع يعني، بقى مستمتع، الرهبه راحت، في فرق كبير جدا، الرهبه راحت وانت برضو لسه متنشن وكده، قلبت ان احنا بقينا مستمتعين بالمباراه. خطوه بخطوه دخلنا في المباراه الى ان احرز بقى طبعا صندي المباراه بعد اسيست من حسام غالي، طبعا اسيست عالمي، حاجه عظيمه يعني. صدقني احساس النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، لو هتلاعب مين بعد الماتش كان احساسكم ايه اول ما دخلتوا غرفه خلع ملابس؟ يعني ايه اللي حصل يعني؟ طبعا رد فعل، طبعا مهما اوصف لحضرتك رد الفعل خلاف، اما مشينا وروحنا في يعني احنا خلاص كسبنا يعني، كسبنا مباراه كبيره طبعا وكل حاجه وفرحانين، وعايز اقول لحضرتك ان هي كانت احتفاليه اكتر بعد المباراه يعني. حتى يعني برضو دي نجوم كبيره وليها طبعا تقدير كبيره طبعًا. جدا اللي اتصور مع حد، اللي بدل التيشيرت مع حد، ولكن ما حسيناش بقيمه الكلام الكبير ده الا لما خرجنا في الشارع وتعاملنا مع الناس، حسينا ان الناس يعني مستقبله الموضوع باستقبال اسطوري يعني. ان ريال مدريد جه، خلاف بقى زي ما قلت لحضرتك حاجه هتفضل في التاريخ، ولغايه دلوقتي لو عدى برضو كتير جدا اي حد هيجي مكاننا هيتكلم. اهم محطتك على مستوى البطولات، في فترات كده اللعيب بيحس فيها انه المرحله دي هي اكتر المراحل اللي انا وصلت فيها لقمه النضج الكروي زي ما بيقولوا يعني. انا السيزون ده او البطوله دي
اديت للاهلي او اديت للفريق اللي انا بلعبه اعلى مستوى. بالنسبه لكابتن محمد جوده كانت انهي فتره يعني بالنسبه لي؟ يعني في طبعا يعني من اعز البطولات طبعا يعني، وبتمنى النادي الاهلي ان شاء الله ان يحصل على البطوله ابطال افريقيا. ابطال افريقيا اللي جايه دي يمكن حصلت عليها مرتين 2001 وانت عارف البطوله الافريقيه بتبقى على سنتين. ايوه يعني انا مشيت 2004 والاهلي حصل عليها 2000 شاركت في الجزء بتاع 2004 قبل ما تمشي حتى كنت في تركيا رجعت بصراحه زي ما بحكي لحضرتك بالظبط لقيت الميداليه بتاعتي عندي لسه موجود يعني المفروض يعني انا مشيت فخلاص الميداليه دي لا لكل اللاعبين اللي شاركوا في البطوله وحتى لقيت المكافئات ولقيت كل حاجه فاكر كويس جدا يعني انا كنت نازل اجازه من تركيا كابتن عماد اليماني كان المدير الاداري كلمني قال لي حاجتك موجوده كان في تكريم برضو ساعتها من مجلس شعب او ساعتها اللي هو مجلس النواب برضو بميداليه لقيت حاجتي كلها موجوده وده يعني نادرا لما بيحصل مع اي نادي يعني لعيب بيمشي او بيغادر خلاص كل حاجه بتروح عليه فده اللي حصل فاعتقد البطولات الافريقيه دي من اهم المحطات يعني. لكن بالنسبه لك انت شخصيا يعني الفتره اللي حسيت فيها ان دي كانت قمه عطائك للنادي يعني الاهلي وكانت تحت اداره جوزيه برضو انا بتهيألي انت لعبت مع كابتن أنا برضو مع يعني هولمان وجوزيه صح وتسوبل لا ناس كتير كذا مدرب وتسوبل وكان فيرستين ما انا بتكلم على فيرستين هولمان وهولمان وتسوبل ومانويل جوزيه وتوني اوليفيرا برتغالي برضو أوكي. يعني ديكسي الماني يعني في برضو في مدربين كتير جدا. مين اللي حسيت فيهم انه كان صاحب بصمه على محمد جوده؟ يعني اعتقد بالنسبه لي انا اللي حطيني بصوره اساسيه في النادي الاهلي كان مستر تسوبل يعني والحمد لله يمكن شاركت بصوره كبيره جدا وحصلنا على بطوله الدوري مع اول يعني مع مستر هولمان هو اللي بدات معاه فيرست تيم ولكن ما لعبتش بصوره اساسيه يعني ولكن لما جه مستر تسوبل لعبت بصوره اساسيه وساهمت في الدوري ده وكان يعني كانت مساهمه الحمد لله مساهمه فعاله يعني وحصلنا على بطوله الدوري اعتقد برضو الموسم ده كان مميز جدا بالنسبه لي. قبل ما اتكلم معاك عن مشوار احترافك لما مشيت من الاهلي في 2004 تمام ده كان قرارك شخصي كان قرار كابتن محمد جوده؟ يعني انا برضو هرجع برضو ان انا اصلا مشيت من النادي الاهلي فتره اعاره رحت سويسرا الاول ورجعت على النادي الاهلي تاني رحت اف سي اراو ورجعت على النادي الاهلي تاني مش عايز افكر بقى الناس بقى مشيت ليه يعني كنا بنلعب نهائي كاس برضه هقولها عادي جدا انا كده كده يعني خلاص انا راجل مشجع اهلاوي دلوقتي تمام اتغلبنا 2-1 المباراه دي في نهائي الكاس يمكن انا حرصت الهدف الاول وضيعت ضربه جزاء انا نفسيا بصراحه ما يعني كنت حزين كاهلاوي يعني وحزين فيمكن اتكلمت مع الباشمهندس عادل الكويا قلت له يعني حاسس ان دي افضل فتره ان انا امشي فيها وكان جاي لي عرض من نادي انقره جوجول التركي فوافقت عليه يعني بسبب لكن مشيت بارادتك طبعا كان قرارك على كل الاحوال انت صاحب تجربه برضه في الاحتراف مش قليله انت لعبت في سويسرا ولعبت في تركيا ولعبت في السويد مظبوط خلينا نرجع نتكلم عنها بس بعد ما نروح لفاصل سريع فضل. ونرجع مع كابتن محمد جوده في السادسه مره ثانيه. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. عندي دايما حقيقه ايمان شديد جدا في قدرات اللعيب والموهبه المصريه ولما بنيجي نتكلم عن الاحتراف بيبقى عندي علامات استفهام كتير جدا احنا ليه مش بنشوف لعيبتنا بتلعب في اكبر انديه في اوروبا. ساعات بنشوف لعيبه مثلا من دول افريقيه ما عندهمش تاريخ كبير وما عندهمش انديه قويه وما عندهمش على المستوى الدولي رصيد مثلا مشاركات كبيره جدا رغم كده بيلعبوا في اهم الفرق في اوروبا بدون ذكر اسماء لانه في نماذج كتير جدا لكن بيشغلني دايما اللعيب المصري عندنا نماذج كانت منوره عندنا كابتن هاني رمزي طبعا نجم قناه النادي الاهلي عندنا كابتن احمد حسن عندنا زيدان عندنا عمرو زكي عندنا المو طبعا صلاح دلوقتي لكن اللي اقصد اقوله انه قدرات اللعيبه المصريه على المستوى الفني والمهاري والبدني ما اعتقدش ابدا انها قليله عندنا مواهب كتيره جدا تصلح انها تلعب في اكبر انديه اوروبا. المشكله يمكن تكون في النفسي وده اللي نجح فيه محمد صلاح بشكل كبير. كابتن محمد جوده صاحب ثلاث تجارب احترافيه. برحب بيك مره ثانيه كابتن محمد. انت لعبت مره في سويسرا ده كان على سبيل الاعاره لكن لعبت بعد كده في تركيا مظبوط وتركيا واحد من الدوريات اللي يعني مش من الدوريات السوبر بس من الدوريات القويه أكيد. ولعبت كمان في السويد. كلمني بدايه عن تجربه الاحتراف اضافت ليك ولا حسيت انه الفتره اللي انت
قضيتها في النادي الاهلي كانت فتره يعني افضل على مستوى البطولات، على مستوى الممارسه، على مستوى الفني بالنسبه للاعيب محمد جودة؟ يعني طبعا هاخد من كلام حضرتك ومن المقدمه اللي حضرتك قلتها دي، فعلا في تقصير كبير جدا، سواء يعني ومش بستثني نفسي ابدا يعني من اي كلام هقوله، من اللاعب المصري خصوصا في الاحتراف. يعني يمكن زي ما حضرتك قلت بالظبط، في ناس طبعا عملت تاريخ كبير زي كابتن هاني رمزي، كابتن محمد صلاح دلوقتي، أيوة، كابتن احمد حسن، نجوم كبيره جدا، كابتن احمد حسام، في مش عايز انسى حد يعني، ولكن في جزئين يعني. ان حضرتك اتكلمت ان ليه بنشوف من دول افريقيه كتير نجوم كبيره جدا بتلمع وبتبقى موجوده في الاحتراف الخارجي بصوره اكبر من اللعيبه المصريه. اولا لسهوله احتراف، يعني في جزء كبير جدا بيقع على الانديه دلوقتي، الانديه المصريه ما بيجي عرض احتراف او حاجه بتطلب فلوس كتير جدا، الانديه الاوروبيه بتكون دي لسه اول خطوه للاعب المصري، فما بتقدرش تدفع المبالغ الكبيره دي، فبتلجا للدول الافريقيه اللي بتكون في بالاسعار بتاعتها والتفاوض بتاعتها اسهل شويه من الانديه المصريه. تمام. تاني حاجه طبعا بيقع العبء الكبير على اللاعب المصري. أيوة. اللي بيفاجئ بنواحي بدنيه مختلفه تماما عن اللي بيحصل في مصر. حياه طبعا حياه صعبه جدا، غير خصوصا اللعيبه اللي بيبقوا طالعين من القاهره، بيبقى الموضوع صعب جدا هناك، بيبقى شغلك ثم شغلك، دي اهم حاجه. واحنا مش متعودين على ده. لا مش متعودين على ده. لا مش هنكذب، مش متعودين على ده، زي ما حضرتك قلت موضوع نفسي والعقليه يعني. أيوة. يعني العقليه بتاعتنا مع اول يعني ما اول حاجه، لا انا عايز ارجع مصر، مع اول مشكله انا عايز ارجع مصر. وطبيعي جدا انت في دوله تانية ورايح تحقق حلم، طبيعي جدا هتقابل يعني مشاكل كتير، هتقابل معوقات كتير. لا احنا مع اول مشكله او اول حاجه بنقول عايز ارجع مصر. هو انت في اول تجربه احتراف، يعني اول مره تخرج من مصر كلاعب كره راح تلعب في نادي بره، تمام، اللي هي تجربه سويسرا مثلا، تمام، كانت ايه يعني الحاجات اللي انت متوقعها، ايه الانطباعات اللي انت متوقع انك تلاقيها في حياه الاحتراف الجديده في سويسرا، وايه اللي انت لقيته على ارض الواقع؟ انا عايز اقول لحضرتك برضو، مش عشان انا موجود هنا او عشان انا اهلاوي او حاجه، انا مفيش فرق اطلاقا بين النادي الاهلي من ناحيه الاحترافيه والنظام وكل حاجه وبين اي نادي في اوروبا. يعني انا بقولها بمنتهى الامانه، بين اي نادي في اوروبا النادي الاهلي بيطبق الاحتراف، عايز اقول لحضرتك. فانا بالنسبه لي انا يعني ما حسيتش بفرق كبير طول عمري بتمرن مع مدربين اجانب. حضرتك عارف كان في قرار النادي الاهلي، المدرب يبقى اجنبي على طول، يعني يمكن رجع تاني القرار ده باستثناء كابتن حسام البدري او كابتن محمد يوسف. والاثنين حققوا انجازات. طبعا. لا انا بتكلم ان انا حتى لما طلعت يعني المدرب الاجنبي موجود، الناحيه الاحترافيه موجوده، الجماهيريه موجوده، الامكانيات موجوده برضو في النادي الاهلي. ما حسيتش بفرق كبير جدا. كانت اول تجربه يعني، كان على سبيل الاعاره يمكن نادي اف سي اراو، طلعت كملت معاه الدوري هناك، حققنا مركز كويس، باشمهندس عادلي كوعي موجود يعني، طلبني تاني للشراء، بس النادي الاهلي كان محتاجني الفتره دي، رجعت ولعبت، يمكن من احسن مواسم ليا اما رجعت بعد سويسرا. بعد سويسرا يمكن. كان مستر جوزيه برضه. فدي دي بالنسبه يعني، مش بقول كده، بقول لحضرتك علشان النادي الاهلي ولا حاجه، فعلا النادي الاهلي من يعني اكنه نادي في اوروبا بالظبط بالظبط يعني، من جميع النواحي. فدي ما قابلتنيش انا المشكله دي خالص، وخصوصا زي ما بقول لحضرتك المدرب اصلا، ان انا اصلا طلعت من الناشئين، موجود المدرب الاجنبي، موجود بفكره بكل حاجه باحترافيته وكل حاجه. هرجع لسؤال حضرتك يعني، موضوع اللاعب المصري، وبرضه وانا واحد منهم، مع اول مشكله قابلتني بصراحه في تركيا، كان مشكله ماديه يعني، كان كابتن عبد الظاهر السقا هناك وكابتن احمد حسن موجود، وهم موجودين دلوقتي بالمناسبه، بقول لكابتن عبد الظاهر السقا ربنا يشفيك يا رب يعني، طبعا اتمنى له السلامه ان شاء الله، وكل المصابين يعني. في تاخير شويه في المرتبات، هي تركيا ده نظامها بتقعد 3 4 شهور، انا مع اول مشكله رحت رجعت. طبعا انت حضرتك عارف الموضوع عرض وطلب. اما رجعت اول باب خبطت عليه النادي الاهلي، كان الفتره دي موجود لعيبه كبيره جدا، محمد شوقي وحسن مصطفى، وكان مجموعه هايله يعني. انتقلت للنادي الاسماعيلي بعديها، الحمد لله جات لي فرصه الاحتراف تاني في السويد. رجعت بقى لاسباب خاصه كده يعني من السويد، وكملت بقى مع حرس الحدود، يمكن الحمد لله برضو من اللعيبه القليله جدا اللي بتمشي من النادي الاهلي يعني.
وتحصل على بطوله. يمكن احنا انا حاصل على بره النادي الاهلي على بطولتين كاس مصر وبطوله كاس سوبر مع نادي حرس الحدود. اخدت ثلاث بطولات مع حرس الحدود. فدي برضو يعني من الحاجات الكويسه يعني يعني منصه التتويج ده يعني في الغالب للنادي الاهلي يعني أيوه. انت تخرج من النادي الاهلي وتحصل على بطوله فدي كانت حاجه كويسه جدا. اخدت ثلاث بطولات الحمد لله يعني الحمد لله. كان معايا برضو كابتن اسلام الشاطر كان موجود معايا الفتره دي في حرس الحدود ولاعيبه كتير جدا طبعا كان كابتن طارق العشري برضو ربنا يشفيه وربنا يقوم بالسلامه يا رب. كان هو المدير الفني بعيد عن المستطيل الاخضر. مين اقرب الناس كانوا للكابتن محمد جوده من فرقه النادي الاهلي؟ يعني لعيبه كتير جدا. كان حسام غالي محمد شوقي كابتن خالد بيبو طبعا يعني اخويا وحبيبي. في لعيبه كتير جدا يعني. ذكرياتك معاهم مع الاسماء دي تحديدا ايه يعني بالذات في الماتشات المهمه او المعسكرات اللي بتبقى فيها تجمعات لفترات طويله او الماتشات اللي في افريقيا؟ انا بعرف انه كواليس افريقيا فيها قصص وحكايات كتير جدا. طبعا خلي بال حضرتك الموضوع مختلف غير دلوقتي يعني احنا كنا بنقعد في افريقيا عشان نسافر نلعب في افريقيا بنسافر قبلها بخمس ايام ونرجع بعديها بخمس ايام ونروح بنصطدم. عايز اقول لحضرتك مش بفنادق يعني وفي موتيلات لا اقل كمان اقل من موتيل يعني وساعات بتبقى مقصوده يعني من الفريق الثاني وفي اغلب الاوقات بتبقى هي دي امكانيات فالموضوع بيبقى صعب جدا طبعا. اغلب اللعيبه او خصوصا كلنا قريبين من بعض وكل حاجه بس بطبيعه الحال بيبقى في 2-3 لعيبه قريبين ليك بتتجمع لان برضو كنا بنبعد خالص عن موضوع ان احنا ناكل في الاوتيل لان احنا مش عارفين الاكل ايه. كل طبعا اللي بيقدر يجيب حاجه معاه المعلبات وكده فدي من ابرز الحاجات يعني ابرز الحاجات. في اصعب سفريه سافرتها مع فريق النادي الاهلي كان في كنا هنلعب تقريبا كوت ديفوار في مش متذكر كده الفريق كوتوكو كوت ديفوار لا كوتوكو غانا مش متذكر بصراحه الفريق. يعني يمكن بس ماتش رسمي في بطوله افريقيا ماتش رسمي في بطوله افريقيا ممكن يبقى اسكابيدجان مثلا. رحنا وطبعا سفريه طويله جدا لقينا الفندق طبعا صعب جدا المهم قالوا لنا نروح فندق كل ده واحنا تعبانين طبعا مش قادرين نروح فندق. بتكلم على سفر كام ساعه مثلا كتير جدا وترانزيت وتقعد في المطار مثلا. كوت ديفوار ده الساحل الشمالي الغربي للقاره الافريقيه. لا لا يعني هو الموضوع تقريبا ديجونال كان متعب جدا يعني ما شاء الله دلوقتي طبعا سواء عن طريق الطيران العادي او طياره خاصه يعني في راحه شويه للعيبه ربنا يوفقهم يا رب. رحنا اوتيل تاني لقيناه اسوأ رحنا اوتيل تالت لقيناه اسوأ والعكس يعني الموضوع كان يعني بالنسبه لنا ما كانش يعني عايز اقول لحضرتك حاجه لولا النادي الاهلي يعني لعيبه ورجاله ما فيش ما كانش تتحقق اي انتصارات في الاجواء دي خالص لان انت بتوصل لمرحله ان انت بتوصل ل 90 دقيقه مش مرهق. كلمه مرهق دي قليل جدا يعني كان زي ما بقول لحضرتك عشان ما اظلمش حد سواء مقصودة أو غير مقصودة سواء دي إمكانيات البلد أو إمكانيات النادي اللي احنا رايحين نلعبه أو لا فالموضوع كان صعب جدا يعني. إيه الجيل كابتن محمد جودة كان يحب أنه يلعب معاه يعني أنت لعبت في جيل فيه نجوم طبعا كتير جدا والأسماء اللي أنت ذكرتها كابيتانو حسام غالي طبعا وخالد بيبو وابراهيم سعيد كل دول كانوا نجوم الحقيقه لكن هل في جيل معين انت كنت تحب تبقى بتلعب يعني معاه؟ يمكن يعني انا بالنسبه لي انا يعني اما طلعت صعدت كان كابتن شوبير يعني حضرت ناس كتير برضه حضرت كابتن شوبير كابتن اسامه عرابي كابتن حسام حسن كابتن ابراهيم حسن كابتن مجدي طلب يعني ناس كتير جدا يعني ناس كتير جدا. ده الجيل اللي كان بيسلم جيلكم تقريبا لعبنا لعبت معاه يعني فترات مش يعني كابتن اسامه عرابي كابتن حسام وكابتن ابراهيم لغايه مشوا كابتن شوبير اتمرنت معاه ما لعبتش معاه مباريات رسميه ولكن يعني طبعا سيظل طبعا جيل كابتن خطيب بيتقال دايما في النادي الاهلي انه الكباتن الكبيره لما بتستقبل يعني ولاء شباب صغير طالع من فريق الناشئين مثلا بيلعب لاول مره مع فيرست تيم دايما الكباتن الكبار او الاسماء الكبيره اللي في الفريق بتتعامل معاهم بشكل معين او بتستوعبهم بشكل معين او مين اللي كان ليه دور كبير معاك من يعني طبعا يمكن انا الاسماء انا يمكن اول معسكر للمباراه الرسميه يعني يمكن انا كنت اما صعدت الفريق الاول تخيلي يعني كاي حد ان كابتن حسام وكابتن ابراهيم في اوضه واحده يعني في المعسكر يعني ما اعرفش ان هم منفصلين فاعتقد كابتن حسام وكابتن ابراهيم من اكتر الناس يعني اللي استقبلوني لان انا قعدت اصلا مع كابتن حسام
في اول مباراه رسميه ومن بعديها يعني من بعديها جت العلاقه وكله بصراحه كابتن اسامه عرابي، كابتن هادي خشبه، كابتن وليد صلاح، كابتن هشام حني، مش عايز انسى حد يعني. أيوة. يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول انت بتبقى رايح في رهبه كبيره جدا، انت هتقابل نجوم وهتتعامل مع نجوم بتتفرج عليها في التلفزيون، بتلاقي الموضوع هم اللي يعني بيدوبوا كل الكلام ده خالص، في مجرد ان هم تعالى اسمك ايه ويقعدوا يتكلموا، ومجرد كمان اما يلاقوك لعيب كويس الموضوع بيفرق معاهم جدا يعني. ايه رايك في فريق نادي الاهلي؟ واحنا يعني كلام خدنا ورحنا لافريقيا، احنا عندنا النجمه التاسعه للاهلي بيدور عليها، البطوله دي معصلجه معانا بقالها ايه 7 سنين، اخر مره خدناها 2013 بطوله ابطال دوري صح؟ احنا خدنا الكونفدراليه بتهيألي 2014 بعديها الكونفدراليه بس ابطال دوري 2013، الاهلي داخل على قبل نهائي هيلعب مع الوداد، رايك ايه في المشوار الاهلي في البطوله وفرص الاهلي في البطوله دي تحديدا من وجهه نظرك؟ يعني طبعا من وجهه نظر متواضع يعني، وانا يعني كويس ان حضرتك بتاخدني الاسئله دي اللي انا يعني بحبها، مش بحب اي حاجه اتكلم عليها على طول نفسك حسيت ده بس استرجع معاك برضو ذكريات طبعا من حق الناس وكل حاجه بس يعني النواحي الفنيه يعني بنفكر الاهلي بجيل، انا بيتهيألي الجيل اللي بدا الالفيه الجديده دي يعني ما كامل التقدير والاحترام كل لا دي حقيقه. انا في اول يوم في القناه قلت انا بيتهيألي ما فيش لعيب مش بس في الكوره في اي رياضه لبس تيشرت النادي الاهلي ما فازش ببطوله على الاقل كلام يعني. صح كلام صح، فبيتهيألي انه مع بدايه الالفيه الجديده حصل نقله نوعيه في ما يتعلق ببطولات الاهلي خصوصا البطولات القاريه يعني. طبعا يعني طبعا من بعد سنه 2000 كمان الموضوع مختلف والفرق كبير جدا يعني. ما فيش شك برضو يعني بتكلم والله بمنتهى الحياديه، ما فيش شك ان النادي الاهلي، ومش عايز الكلام ده ياثر طبعا على لعيبه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي المرشح الاول للبطوله ان شاء الله يعني. لو حضرتك ان شاء الله طبعا لو حضرتك سالت في المغرب سالت في اي حته الاهلي المرشح الاول للبطوله، وطول عمر النادي الاهلي بيدخل بطوله بيبقى المرشح الاول ليها. بعض الظروف بعض عدم التوفيق والكلام ده اللي كان بيحصل دي وارده جدا في الكوره، انما على المشوار الافريقي طبعا النادي الاهلي ماشي بصوره كويسه جدا، وصل من ضمن اربع فرق محترمه للدور قبل النهائي. الناس بس بتبقى انا مثلا من حاجه زي الغيابات يعني، انا معاك انه الاهلي بقى بحكم التاريخ وبحكم الرصيد وبحكم كل حاجه هو المرشح الاول، بس برضو ما نقدرش ننكر انه الجمهور عنده مساحه من القلق، او يعني في عندك غيابات مثلا ممكن يصادفك ماتشات الفرقه المصريه مع منتخبات شمال افريقيا بيبقى ليها كده تركيبه خاصه وحسابات يعني مختلفه، سواء كان بيلعب مع بطل تونس بطل الجزائر او بطل المغرب بتبقى هل انتوا اكيد عارف ده ولعبت معاهم يعني؟ طبعا يعني الموضوع هينقسم لشقين يعني، الشق الاول طبعا لو في غيابات لا قدر الله لاي حاجه دي تبقى خارجه عن اراده يعني المدرب والجماهير والاداره وكل حاجه، وان شاء الله ده ما يحصلش يعني. وتاني حاجة يعني من وجهة نظري المتواضعة طبعا أي حد هيلبس تيشيرت النادي الأهلي يعني لعيب لا قدر الله مش موجود إيقاف أو إصابة، المفروض اللعيب اللي يلعب مكانه ده لعيب برضه لعيب محترم ولعيب بيلعب في النادي الأهلي ويعوض غيابه. فأعتقد إن شاء الله ناحية الغيابات دي ما تقلش، إحساس اللعيبة بالمسؤولية كبير جدا جدا، لأن زي ما حضرتك قلت البطولة غايبة من فترة، يمكن البطولة التاسعة دي إن شاء الله تبقى الموسم ده على إيد اللعيبة الكبيرة دي، أعتقد حاسين بالمسؤولية وإن شاء الله يحرزوا البطولة إن شاء الله. مين أسلوب لعبه وطريقة لعبه في الأهلي دلوقتي يعني بتفكرك بمحمد جوده؟ لا كل الناس احسن طبعا، كل الناس احسن بكتير يعني، بلاش الاجابات الدبلوماسيه دي، لا خالص والله. في لعيب تحركاته في الملعب، استقباله للكوره، تسليمه للكوره، شوطه يعني، انا جريته. هكلم حضرتك كمركز يعني انا شايف ان عمرو السوليه مميز جدا يعني الفتره دي، ولكن طبعا هو احسن بكتير يعني. مستر فايلر وقيادته للنادي الاهلي رايك في ايه من اول ما ابتدى او تسلم المسؤوليه لغايه النهارده يعني، سواء في الدوري او في بطوله افريقيا؟ طبعا مدرب كبير ومدرب محترم، يمكن يعني هنشوف المباراه الجايه، كنت ضيف احد القنوات وفي بحلل مباراه النادي الاهلي ونادي انبي، في بعض الحاجات كده اعتقد ان مستر فايلر ان شاء الله يعني اكيد هو ادرى ومدرب كبير، وان شاء الله المباراه اللي جايه، لان عايز اقول لحضرتك ان نغمه ان النادي الاهلي خد الدوري دي انا عن نفسي كلاعب انا مش حاببها يعني يمكن نكمل طول ما البطوله موجوده على الورق نكمل فيها، سواء هياخدها من ناحيه استعداد للمباريات الدور قبل النهائي في افريقيا في ابطال افريقيا
ويمكن عايز اقول لحضرتك بتعرف المدرب الكويس ويمكن هو مميز جدا فيها دي من خلال الشوط الثاني. يعني حضرتك حتى دايما في مقوله كده يقول لك الشوط الثاني شوط المدربين شوط المدربين بيقرا المباراه كويس جدا اكيد بتعليماته بين الشوطين او خلال اللقاء نفسه بنلاقي شكل تاني وخصوصا في الشوط الثاني. وشايف انه اوراد فايلر دايما للشوط الثاني او لاداء الخصم واداء فرقته في الشوط الاول بيعرف يترجمها بشكل كبير جدا في الملعب. دي حقيقة موجوده يعني انا مش رايي انا يمكن راي اغلب النقاد واغلب الجماهير طبعا اللي لما بتلعبوا في ماتشات افريقيا بمناسبه برده قبل النهائي بيبقى الافضل من وجهه نظر يعني من وجهه نظر لعيب مش من وجهه نظر لا جمهور ولا مدير فني من وجهه نظر لعيب الافضل انك انت تروح تلعب في المغرب الاول وبعد كده تلعب مباراه العوده على ارضك دي بالنسبه لك طبعا دي طبعا بتبقى الاحسن بكتير لان انت بتحاول تعمل اي نتيجه ايجابيه هناك يعني بيبقى عندك زي ما بيقولوا فرصه ثانيه وعلى ملعبك وعلى ملعبك كمان فدي طبعا احسن بكتير يعني دي بالنسبه لنا يعني كلاعيبه واكيد كمدربين يعني عالميا كابتن محمد مين الفرقه اللي انت بتشجعها ومين افضل النجوم من وجهه نظرك دلوقتي؟ يعني انا بشجع ريال مدريد يمكن حزين جدا على خروجه من دوري ابطال اوروبا خروج قاسي جدا على الرغم ان هو فاز بالدوري الاسباني لكن الخروج امام المان سيتي كان صعب قوي نفس ريال مدريد يعني برضو يعني بالنسبه لي برضو يعني اخذ الدوري وكل حاجه ولكن يعني زي ما بنتكلم عن النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا دلوقتي الاهم لجمهوره يعني فاعتقد دوري ابطال اوروبا كان كده ومن اكتر طبعا اللعيبه اللي انا بحبها زين الدين زيدان يعني هو كان لعيب واللعيبه اللي بتلعب حاليا يعني طبعا كريستيانو رونالدو بحبه جدا محمد صلاح طبعا يعني مش علشان برضو اي حاجه يعني انما هو اصلا ولا عشان راجل يعني مصنف لا هو يعني مصنف من ضمن احسن ثلاث لعيبه في العالم فربنا يوفقه رب والله محمد صلاح غير انه حقق يعني انجازات كتير جدا للكره المصريه وليفربول انا بيتهيألي اهم بصمه سابها هو انه رفع سقف الطموحات عند جيل جديد من لعيبه الكره ونتمنى نشوف زي صلاح كتير. سريعا جدا يهمني اتكلم معاك على فكره التدريب انت خدت تجربه انك انت تشتغل في جهاز فني وقطعت فيها مشوار اعتقد مش قليل واشتغلت ايضا في مجال الاعلام الرياضي لفتره بسيطه فين محمد جوده من الاثنين دول؟ هل انت محدد طريق معين او عايز تحقق حاجه معينه في حاجه من الاثنين ولا لسه يعني مش لاقي نفسك؟ لا هو يعني يمكن انا من بعد ما بطلت على طول بطلت 2013 مسكت على طول من 2014 من 2014 ل 2019 ما بين مدرب في قطاع الناشئين في نادي طلائع الجيش لمساعد مدرب لمدرب عام لمده 5 سنين من بعد ما بطلت على طول يمكن زي يعني قلت قبل كده ان انا كنت اخذ السنه دي كده مهله شويه ان انا لان انا بطلت دخلت في التدريب على طول وعايز اقول لحضرتك مهنه شاقه جدا جدا يعني بيجي لك كل الانفعالات خلال ال 90 دقيقه مره بتفرح بتتوتر بتحزن فاعتقد ان شاء الله يعني هاخد قرار جت بقى طبعا جائحه كورونا دي اجلت القرار شويه وان شاء الله بشوف المعروض اتمنى تكون مشارك في يوم من الايام في تدريب فرق النادي الاهلي طموح بالنسبه لكابتن طبعا اكيد ده شرف لاي حد يعني شرف لاي حد نورتنا وشرفتنا في السادسه بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لينا بشكرك على التيشيرت الحلوه اللي نورت استوديو السادسه النهارده لا ده انا من جمهور انا من جمهور الدرجه الثالثه كمان نتفرج على بعض مع بعض بقى ان شاء الله على ماتش قبل النهائي وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونوصل النهائي ونتابعه مع كل جماهير الاهلي وان شاء الله باذن الله الاهلي يرفع كاس البطوله المفضله عند الجماهير الاهلاويه بشكرك كابتن محمد بشكر مره ثانيه شرفتنا ونورتنا بشكر كل جماهير السادسه اللي تابعت حلقه النهارده ونقابل حضراتكم ان شاء الله بكره وحلقه جديده ولقاء يتجدد يوميا الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره